من ساحة العملة بدينا ومع الإذاعة الوطنية تعالى القيمة. ساحة العملة على القيمة في ساحة العملة. أهلا بك عفيف أبو بكري لرانو، وأنت معنا في البرنامج، واليوم السيكتة برشا قاعد تسمع وتتعلم. ديما تتعلمت يا ما شاء الله عليك. شو عندكم علاقة بالديوانة لرانو؟ هذا أكيد حاجة أكيدة، وفي إطار تبادل المعلومات كما تعرف، المعلومة التشبيك البيني، التشبيك البيني بين المؤسسات العمومية، والمعلومة مهمة زادة الإدارة العامة للديوانة في إطار مقاومتها الاحتكار والتجارة الغير قانونية. برشا شركات باش نقيد رواحها في الرنوة لأنهم هم يتعطاو في النوع هذا. هذا هو إن شاء الله مع بعضنا باش نعملوا حملة تحسيسية وتوعوية باش يجيوا يسجلوا برشا. مش عندنا جديد جديد هو تو نشوف وزاره الماليه برشا اعفاءات اعفاءات على الضرائب وعلى الدنيا، وانتم ما عندكمش حوايج هناك تبشروا بالتوانسه ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. ايش عندنا جديد اليوم؟ نحكيو على الخدمات الجديدة اللي أضافها السجل الوطني للمؤسسات. سرعة. هو الحقيقة كان الخدمات هذه كانت عن طريق الاقتراحات من المتعاملين معنا. يعني ما يقولوا لنا فما حاجات راهي ناقصة، كما تعرف احنا عمرنا 3 سنين، وهذاك هو دورنا توا باش ناخذوا الاقتراحات وان شاء الله نقدموها على أرض الواقع. الخدمات هذه جات كما قلت عفيف بعد 3 سنوات من عمر المؤسسة، واللي خلال المدة هذه كان السجل يقدم في الخدمات العادية متاعه في إطار استمرارية المرفق العمومي، لكن كان يستمع المستعملي خدماته ويحاول يحسنها. وعديد الخدمات الجديدة جاءت بطلب من حرفاء السجل كما قلنا، وخاصة مسألة ترجمة بعض الخدمات إلى لغات أجنبية، سواء اللي يحب يطلع فيزا ولا في إطار العمليات التجارية بالنسبة للتجارة الدولية وغيرها من الاستعمالات. وهيك علاش السجل باش يحط الخدمة الجديدة المتعلقة بترجمة مضمون السجل إلى لغة أجنبية. كذلك السجل قاعد يحضر في خدمة جديدة للمؤسسات وخاصة البنوك، والخدمة هذه هي التحيين الدوري للبيانات. يعني كل مؤسسة تحب تكون بياناتها حول المؤسسات اللي تتعامل معها كحريف أو مزود مطابقة للبيانات القانونية الموجودة بسجل، يمكنها في القريب أنها تطلب الخدمة، وهكيك تتجنب المفاجآت الغير سارة عند نشوب نزاع على قدر الله، ولا تتأكد من وجودها القانوني قبل ما تتعامل معها. والخدمات هذه بطبيعة باش تكون بمقابل، وإن شاء الله معاليم الخدمات هذه باش تكون في أمر رئاسي سينشر قريبا في الرائد الرسمي. ونلقاو جديد كما قلنا سجل باش يضيف حوالي الخدمات هذه، حوالي باش تكون حوالي 14 خدمة جديدة. إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ نفسروهم أكثر بأكثر في إطار الحملة. أي أكيد. وهل الناس اللي عندهم خطايا تأخير باش تعفيهم؟ إن شاء الله هذا جديد زادا في سجل الوطني للمؤسسات، نستنوا صدور المرسوم أو أمر مرسوم هو باش يكون إن شاء الله في القريب العاجل. يعطيكم الصحة. شو تقول؟